سوف ترتكز على ثلاثة عناصر: المستوى الشكلي في الديوان، المستوى المبني، ثم المستوى الأسلوبي، والذي سأتحدث فيه عن تقنية دقيقة وهي تقنية التناص في ديوان جنون. على مستوى الشكل، لعل أول ما يبدو بارزا في الشكل الذي أخذته قصائد الديوان أنها انتظمت في مذهبين شعريين. الشعر العمودي الكلاسيكي ظهر في القصيدة الأولى ميلادك، والقصيدة الأخيرة وكانت بعنوان ربع الهوى أبكاني، بينما أخذت القصائد الأخرى الشكل الحديث. ولعل هذا التنويع يفرض سؤال الرؤية الشعرية عند محمد مرزاق، بما أنه اختار الجمع في هذا الديوان بين نوعين متباعدين من الشعر. والجدير بالذكر هنا أن محمد مرزاق خلد تحولا في تجربته الشعرية. أفترض بداية أن القصائد التقليدية التي كتبها تمثل المرحلة الأولى من تجربته، وهو تحول لم يشأ أن يلغيه من هذا الديوان، كما قد يشترط بعض أنصار الحداثة ممن أسسوا تصورهم النظري على القطيعة مع قيود الشعر القديم وأغراضه. والحقيقة من وجهة نظري أن الشاعر أثبت في هذا التنوع الشعري أمرين: أولهما أنه شاعر متمكن قادر على الإبداع الشعري بنوعه، ونافيا بذلك تهمة الاستسهال التي قد تلصق ببعض أدعياء الشعر، فهو رجل خبر الشعر جيدا وأمسك بصنعته، سواء تعلق الأمر بالقالب الشعري الخليلي أو بعمود الشعر وما يعلق به من نظرية الأغراض الكلاسيكية. فنلاحظ توفر النموذج التقليدي في هذا الديوان على شروط القصيدة التقليدية شكلا وغرضا ومعجما أيضا. فالقصيدة الأولى غزلية والأخيرة في الرثاء إن صح تأويلي، مع ما يصاحب الغرضين من تلوين تصويري برز التأثر فيه بالبلاغة العربية القديمة، كما حضر الطلل في النص الأخير، سواء طلل مادي أو معنوي، وغيرها من الإشارات التي أبانت عن تأثر الشاعر بالنموذج القديم وتطويعه في سبيل التعبير عن تجربته الإنسانية. أما الأمر الثاني فهو التحول الواعي بين المذاهب الشعرية، فالشاعر الذي خبر الشعر التقليدي يكون أكثر وعياً بما يتطلبه التحول أو التحديث من التزامات اللغوية وأسلوبية وجمالية. وقد ظهر لي أن هناك تدرجاً في التحول، فبدت لي بعض القصائد قد حافظت على الأغراض وإن جددت في الصور والشكل، مثل قصيدة أفاطم مهلاً التي ظهرت فيها معالم النسيب وإن بصورة شبه حداثية. والخلاصة هنا أن الشاعر محمد مرزاق أبرز تأثره بالشعر القديم، سواء في النموذج التقليدي الأصيل أو حتى في النموذج الحداثي الذي لم يتنكر كل التنكر للشعر القديم، خصوصا في الصور الشعرية وبروز الأغراض والموضوعات المنسجمة. ولعل إصراره على إدراج نصوصه التقليدية في هذا الديوان تأكيد على اقتناعه بقيمة النموذج القديم وبروزه في شخصيته وتجربته، وهو ما أثار لدي سؤال إشكالية التحديث من داخل القالب الشعري القديم. على مستوى المضامين أو الموضوعات، يمكننا تنظيم مضامين الديوان في تيمات شاملة تبدو طاغية ومؤلفة بين أجزاء الديوان، وهي تيمة الرحيل أولاً، وهو شعور تعلق عموماً بغرض النسيب، وأثمر وصفة لشعور الذات بالغربة ما بعد الفراق، وما تبعه من تعب الانتظار. هكذا تتشابك موضوعة الرحيل مع مفاهيم مجاورة في الديوان،